بعدها فيه يعني أظلمه إذا قلت أخ ولا صديق، هو أكثر من كذا كثير، الأمير عبد العزيز المشهور بن مساعد عبد العزيز، صديق قديم ونعز بعض وقريبين بعض، يعرف تفاصيل حياتي وأعرف تفاصيل حياته. هو فاتح شركة اسمها فادن وأنا فاتح مساحات، فقال لي اسمع ليش ما احنا نوحد جهودنا ونشتغل سوا وتدخل في فادن وكذا من الكلام. والله يعني هي فكرة جميلة من المحادثة، بس أنا قلت طيب اصبر شوية، فكرت فترة، قال رجع ثاني مرة قال لي اسمع خلينا نتحرك. قلت والله يا أمير شوف أنا عندي مشكلتين. المشكلة الأولى أنا شديد في الشغل وما أبي أخسرك كصديق وأخ، والمشكلة الثانية بموجب دخلي اللي في صافولا وموجب دخلي من شركتي حكون ثقيل أيضا على شركتك الناشئة اللي هي فادن. فقال لي اسمع بالنسبة للثقل هذا رزقنا ورزقك عند الله، خلينا ندرس الموضوع. بالنسبة للعلاقتنا لازم نتفق على شيء، وهذا والله يعني ما أنسى كلمته وفعلا ملتزم فيها من ذاك اليوم إلى اليوم. قال لي احنا في الشغل انت المدير وانا اعتبرني احد الموظفين، ما عندي مشكلة، وبرا الشغل نسكن المكتب نطلع حمد وعبد العزيز الاخوان نتفق. لا اتفقنا. حكم خبرتي في المولات وأيضا مشروعي مع زين زادني خبرة، وشركة الأمير عبد العزيز فادن كانت تبغى تبدأ في أو توها بادية في المولات في لوحات الإعلانية داخل المراكز التجارية. الصعب أنك تأخذ وتحصل على عقد خارجي في الشوارع مكلف، وكان في شركات ضخمة حق المستوى يعني مستحوذة على هذا الأريا. كان مركز في فادن على اللوحات الإعلانية. بديت لما اشتغلت أنا كبرنا بموجب علاقاتي بسرعة، فالحمد لله كبرت الشبكة الإعلانية، صار أي أحد يدخل المولات يشوف اللوحات الإعلانية بشكل جميل وعلى الفيتر وعلى الأبواب وحتى على الأكشاك اللي هي البروموشن اللي هي اللي يسمونها سامبلينج، لما تدخل تشوف سيارة ولا تشوف عطور، هذا كلهم تحت كانوا تحت شركتنا. كبرنا في هذا القطاع، انتشرنا في كل المملكة، أخذنا كل اللوحات الإعلانية، فتحنا مكتبنا في جدة، فتحنا مكتب في الميديا سيتي في دبي، ركز على هذا النشاط. شفنا الاهتمام أو التوجه حاصل في عملية التسوق الإلكتروني، فرحنا أخذنا حقوقنا حقوق الدعاية والإعلان في كثير من مواقع البيع الإلكتروني مثل جاهز ودانوب وبندا والإعناع وغيره كثير. عملنا يعني بنش مارك في جدة في 2010، عملنا أكبر شاشة إعلانية في العالم كان ذاك اليوم، هي شاشة برج طريق الملك ك 10,000 متر مربع، سجلت في جينيتس في القائمة القياسية كأكبر شاشة إعلانية في العالم، وعملنا لها حفل كبير ولاقت اصداء وغيرت حتى في ملامح الإعلان في المنطقة. فتحنا شاشة أيضا أخرى في الشرقية كأكبر شاشة إعلانية 4K في العالم. توفيق الله سبحانه وتعالى نطمح أن احنا مستقبلا نعيد هذه التجارب في الرياض وفي مدن أخرى. أنا كرئيس تنفيذي وشريك في الشركات مع الأمير عبد العزيز، ولله الحمد وصلنا لإنجاز أن ننقل شركة واحدة اللي هي شركة فادن إلى 7 شركات اليوم. 7 شركات اليوم، احنا بعنا واحدة من الشركات هذه اليوم قاعد نسجل الحلقة هذه، واحنا مسجل موقعين اتفاقية بيع لإحدى الشركات ب1.5 مليار. الشركة اللي كانت تبيع قبل 14 سنة ب4 مليون ريال صارت بهذا الحجم. ال7 شركات متنوعة قائمة بذاتها والحمد لله جالسة تكبر في مجال ديجيتال، وأيضا في الطباعة وتصنيع الأكشاك وتأجيرها، وأيضا في تصنيع الشاشات وتأجيرها، وإحنا لنا أصلا شراكة مع الصين. إحنا أيضا حتى من كوريا نشتري بعض الأدوات للشاشات في الصين ونصدرها لأمريكا. إحنا لنا في تايم سكوير أكثر من شاشة كهاردوير، الحمد لله يعني بعناهم، ومن أفضل الشاشات الموجودة في تايم سكوير في نيويورك. أيضا من ضمن الأشياء اللي افتخر فيها حقيقة علاقتنا مع الترفيه، اليوم إحنا ركبنا في البوليفارد الشاشات ومع الأخوان في صيلة، أخذوا هناك أيضا هناك جينيتس ما شاء الله على البوليفارد كاملة، والحمد لله يعني كانت الشاشات يعني علامة فارقة في البوليفارد، ونفتخر إن إحنا نفذنا هذا المشروع.
وين رايحين؟ احنا جالسين نكبر، ما راح نوقف. السوق السعودي سوق ثري، سوق ما شاء الله تبارك الرحمن فيه خير، واحنا اولى فيه، ونعي وش اللي جاي في حجم المشاريع. جالسين نطور انفسنا ونطور شركاتنا ونستخدم كل الادوات الجديده اللي ممكن تدعم مواقفنا في الشركه.